أحبابنا أحباب السيرة الهلالية اللي متابعينا يوميا واللي احنا يعني من أجلهم بنقدم هذا العمل، البعض لمني على الحلقة بتاع الحلقة الماضية وقالوا يعني ايه انتوا يعني بقيتوا تكروتوا واخدتوها سرد نثر مش شعر. طبعا انا عايز اقول انه لا عيب عند الحاج سيد ولا عندي ولا اي حاجة. الحاج سيد زي ما انتوا شايفين دايس التضاريس بتاع السيرة مش مخلي صغيرة ولا كبيرة، لكن احيانا حروب الغرب دي حروب الهلالية في الغرب حروب واسعة ولو قعدنا فيها ما احناش خلصانين، وبرضو احنا عايزين نمسك السيرة وعاوزين نستمر. ده من ناحية، ومن ناحية برضو احنا عندنا اوجات محددة لابد يعني بننتهي عند شيء معين في السيرة الهلالية نقف، عشان لو ربنا ادانا عمره في اجزاء جاية نبقى احنا وقفنا عند محطة معقولة. فاذا كنا يعني بنجري حربين ثلاثة ما هالحرب بتمشي على نفس المنوال في كل الاحوال، الفرسان بيتنابزوا ويتشاتموا ثم يشتبكوا، واحد فيهم بينتصر في النهاية. فإحنا يعني إحنا اللي طلبنا من الحاج سيد الضوي، يعني لا تقولوا الراجل مقصر ولا حاجة، إحنا اللي طلبنا منه إن إحنا ناخد هذه المراحل بسرعة عشان ننتبه للجزء الأخير المهم جدا، مش الجزء الأخير في السيرة، الجزء الأخير في هذا الجزء، يعني الفصل الأخير في هذا الجزء ده مهم جدا عشان يتفرغوا للحاج سيد، وعشان ايه من الحلقات ما تنتهيش بدون ما نوصل للمحطة اللي احنا عايزين نتوقف عندها. فأنا عايز أقول لا لوم على الحاج سيد، اللي عاوز يلوم حتى أنا ما حدش يلومني يعني، بس لومه على الظروف، ظروف التلفزيون، ظروف الإنتاج، ظروف هذه الأشياء. وإن شاء الله لو ربنا ادانا عمر هنرجع ناخد الاشياء دي تاني من الاول بعون الله. فيعني احنا عارفين من غير ما انتوا تقولوا احنا عارفين، تحياتنا لكم واحنا طبعا في خدمتكم، واتوكل على الله. يقول يا حاج اضرب الجرعه يا استاذ، عاليد ماسك زناتي يلي نايبك في العرب ممتاز. ماز وتميز راجل عالم، شوف مين، شوف لي مين يطد الزنات، شوف مين اللي راح يقابل الزنات. رجع ضرب الجرعة والناس لمين، في وسط كل الأبطال بالفرسان ضرب الجرعة. بالجرعة والخلق لمين، الجسم منه جواب، جسمه دايب من الهم، حرب يعني مش زي ما احنا قاعدين بنحكي كده يعني حروب. ضل جرعة الحرب على مين، قالوا جت على ابو دوابة، خفاجي عامر الراجل الغريب، الجرعة جت على الراجل الضيف على ابو دوابة. عامر الخفاجي والد درغام، والد درغام اسمه عامر ابن درغام الخفاجي، عامر الخفاجي والد درغام، راجل معلم وراقي يهجم في الحرب بضرغام، بضرغام راجل زعيم وهاجم.
بلاد العراق. وقف سلام على القدمين. أبو زيد. وقف أبو زيد. وقف على القدمين. راجل ضعيف المعاني. يا مالك حشم الكلام زين. قال يا قاضي عيد القرعة الخير والشر. سالت مدامع عيوني. سالت مدامع عيوني. يا ابو ريا يا صاحب الشور. يا صاحب الشور الشر. انتوا ليه راح تعزفوني؟ ليه تعزفوني؟ انت بتغربوني معاكم كده. نعم. ان منعتوني من الحروبات. إن منعتوني من الحروبات أرجع على العراق تاني. ما دام أنا مش معاكم أخد عيالي وأرجع. آخر كلام في الكلمات يثمر يا ظريف المعاني. أسمر يا ظريف المعاني. طولك ورسمك. ده خليفة بيقول له. بيقول لعامر. بيقول لعامر. أنا عاجبني طولك ورسمك. أنا عاجبني طولك ورسمك. حياة المكمل نبينا شيخ العرب. قل لي على اسمك اخبرني من انهي قبيلة. قال له اسم عامر ابن درغام. اسم عامر ابن درغام. فارس معلم وراقي. انا بخلي الفرح دور غم. بخلي الفرح دور غم. دور غم. انا الزعيم وادي العراقي. انا عامر ولد
واحد حمول البلا مش خفيفة، حبدي الفرحة بالرغام جت من جرعتك يا خليفة. خليفة قال له السبب ايه؟ ابو سعد قال له السبب ايه؟ ايه اللي جايبك انت راجل ما انتش منهم؟ ايه اللي حسرك في الموضوع ده؟ انا ايه بيني وبينك؟ ايه اللي بيني وبينك انت عشان تيجي تقاتلني؟ اللي حصل كل عليك اوريك فعلي بعينك. ايوه يا سيدي. قال له اقول لك السبب ايه؟ اصل الهلا ضفوني. اصل الهلايل ايه؟ ضفوني ضفوني، استضافوني كل هذه المده. اقول لك معنى السبب ايه؟ أصل الهلايل ضفوني، اللي حصل راح أشكي عليه يعرفهم ويعرفوني. أنا منهم وهم مني دلوقتي يعني.